انا نعطيكم الاثمنه ديال هنا في المغرب. بالنسبه للمغرب عندنا الاثمنه بلوكازيون ابتداء عندك لا فاز 1 ولا فاز 2، عندك كتبدا من 4 مليون وناس 5 على حسب النقاء على حسب الكيلومتراج. ولا فاز 3 هي الاكثر مبيعا، راه كتبدا من 5.5 على حسب النقاء حتى 7 المليون، لان اكثر مبيعا واقتصاديه زوينه عن الاخرى والشكل ديالها زوين. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه راه الموطور عندها زوين 1.5، ما كياكلش اقتصادي غير خص تهلو كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه، وتكون مراقب على الماء ومراقب على الزيت ومراقب على البدري وتهلا في البدري. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو طوموبيلات، حيت بعض الناس المتابعين ديالي قالوا لي بغينا نعرفوا الطريقه ديال كيفاش كتراقب الطوموبيله اللي بغيت تشريها. الناس بالنسبه للناس المغرب والجزائر، الناس اللي بغيت يعرف الطوموبيله انها ما تكونش مقسومه، ديما الجلدات، هاد الجلدات اللي كاينين هنا وهاد اللي كيتحيدوا، كما كنوريكم دابا راه الجلدات كيتحيدوا كاملين في البيبان كاملين. السلام عليكم، معكم سيمو ريان شانيل، ريان سي محمد. نقدم لكم فيديو جديد على داسيا لوغان بطبيعة الحال، ومعلومات عليها وطريقة الشراء بالنسبة للمغرب في الأوكازيون بطبيعة الحال. الفاز 1 والفاز 2 والفاز 3. الفاز 1 كتبدا من 2004 حتى 2006، والفاز 2 كما كتشوفوا معكم في الصورة، الفاز 2 الفاز 2 كتبدا من 2006 حتى 2008، والفاز 3 كتبدا من 2008 حتى 2013. هذه بالنسبه للوغان لا فاز لونسيان كما كنقولوا عليها، وكما كتشفتوا معايا في الفيديوهات السابقه اكثر مبيعا هي لا فاز 3، اكثر مبيعا من الاولى، حيت الاولى والثانيه راه نفس الشكل، غير كاين شي تغييرات كما تشوفوا في الفيديو. راه كاينه لا فاز 2، غنخرج لكم التصويره ديالي ديال لا فاز 3. لا فاز 2 ولا فاز 1 راه هي بحال اللي وريتكم في لا فاز 1، راه كاينه شي تغييرات قليله عليها. وبالنسبه للاثمنه عندنا هنا في المغرب، وتحيه للناس ديال المغرب وتحيه للناس ديال الجزائر ما دام عندي متابعين من الناس الجزائر. انا نعطيكم الاثمنه ديال هنا في المغرب. بالنسبه للمغرب عندنا الاثمنه بلوكازيون ابتداء عندك لا فاز 1 ولا فاز 2، عندك كتبدا من 4 مليون وناس 5 على حسب النقاء على حسب الكيلومتراج. ولا فاز 3 هي الاكثر مبيعا، راه كتبدا من 5.5 على حسب النقاء حتى 7 المليون، لان اكثر مبيعا و اقتصادية زوينة عن الأخرى والشكل ديالها زوين. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة راه الموطور عندها زوين 1.5، ما كياكلش اقتصادي غير خص تهلو كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، وتكون مراقب على الماء ومراقب على الزيت ومراقب على البدري وتهلا في البدري. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يشريو طوموبيلات، حيت بعض الناس المتابعين ديالي قالوا لي بغينا نعرفوا الطريقة ديال كيفاش كتراقب الطوموبيلة اللي بغيت تشريها. الناس بالنسبة للناس المغرب والجزائر، الناس اللي بغيت يعرف الطوموبيلة أنها ما تكونش مقسومة، ديما الجلدات، هاد الجلدات اللي كاينين هنا وهادو اللي كيتحيدوا، كما كنوريكم دابا راه الجلدات كيتحيدوا كاملين في البيبان كاملين. غتشدو تنزلو الجاج وغتشوفو من هاد لابارتي هادي واش مخيطة، حيت باينة خدمة ديال لا ميزون وباينة خدمة ديال لأنها مخيطة، عندك هاد الجهة وهاد الجهة، وكاينة واحد السيباراسيون اللي كتكون هنايا خاصها تكون ديال لا ميزون، نخلوها أنا نوريها لكم في التصويرة، خاصها تكون دوريجين كما كتشوفو معايا في التصويرة دابا. البيبان كاملين، الكوفر كتقلب
الكوفر ديالها الجناب واش فيه بوراج ولا لا، ولا كانت مخيطه بيان سور. الموتور اخر حاجه تعرف تقلبها، لان الموتور حالو ساهل، الموتور تهز الموتور تحط الموتور. اخيب حاجه هي لا كاروسري، خص بنادم يراقب الكاروسري. كما قلت لكم الكاروسري هو اللي خصو يتقلب، والاثمنه ديالها راه اكثر بالنسبه لينا حنا في المغرب، راه اكثر مبيعا ومطلوبه في السوق، راه راس السوق ديالنا في الطوموبيلات الاقتصاديين هي داسيا لوغان. داسيا لوغان تبارك الله زوينه اقتصاديه و طرق الصباغه. غتشوف لا ديفيرونس الصباغه الا كانت ديفيرونس عن الاخرى، يعني يعني الطوموبيل راه فيها مصبوغه. ومن الاحسن تاخذ الطوموبيل اللي ما عمرها ما تصبغاتش، واخا يكونوا فيها ضريبات وما مصبوغاش، راه هذه كتبين لك الوجه ديالها الحقيقي. اما الا كانت مصبوغه ما تعرفهاش واش اكسيدونتي ولا شي حاجه. وبيان سور غادي تحكموا على نيتشو سيرفيس دي ميل، غتشوفوا مع الناس هما اللي غادي يقلبوا لك الطوموبيله واش فيها مضروبوخ واش فيها اكسيدونتي. كما قلت لكم اقتصاديه ومزيانه في الطريق، والاكثر مبيعا عندنا هنايا الثمن كثمانات اللي قلت لك لي فاز 1 2 و 3. واخا لا فاز القديمه اللي كتبدا من 2004 حتى 2006 راه كاينه دايره الثمن. وبالنسبه لليسونس حتى هو راه زوين، راه اقتصادي، غير ما خصش يكون البوجيات وما كنتيش كتراقب لا الزيت وهذا الشيء، راه كياكل المازوط والفلترات وما تخلاش البلاصه شاعله. هذه باش هذه النصائح اللي ننصحكم، ليسونس راه زوين ماشي كتاكل بزاف، راه اقتصاديه. رغم ان في الخير راه وقيله سبعه جو كخوا سيت حتى لويت ويش سات اونتر سات ويشوفو. ايوا ننصحكم داسيا لوغان زوينه، لافاز 3 هي زوينه، انا كتعجبني الديزاين ديال لافاز 3 زوينه، الموتور ديالها مزيان كيما ديالي انا، راه مراقبها رد معايا البال مزيان. اي حاجه بانت فيها الشك راه كنبدلها. خليكم مع الصور، ما تنساوش اللايك ان سبسكرايب. شكرا لكم.